الحمد لله وحده وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا وزير له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا شبه له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مثل له ولا أصل له ولا نسل له ولا كفؤ له ولا قبل له ولا بعد له ولا وقت له ولا زمان له ولا أول له ولا آخر له ولا بداية له ولا نهاية له ولا ضد له ولا ند له ولا حد له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوس. وقال أصحاب محمد رضي الله عنهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وقال الإمام عبد الله بن المبارك: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين. والعاقبة للمؤمنين والمتقين والمجاهدين، والحمد لله رب العالمين.